الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أحلى متابعين وأحلى مشاركين؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت تتفرج على قناتي لأول مرة. إذا عجبكم الفيديو عجبتكم القناة، الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة أنا موجودة فين؟ في سوق سويقة، في محل ملابس، في أسعار حلوة قوي وموديلات حلوة للموديلات الشتوي، بيجامات وروب وترنجات. تعالوا كده مع بعض نشوف الموديلات اللي موجوده وبالاسعار طبعا زي ما اتعودتوا مني. في هنا حاطط بره المحل في بناطيل بيتي اهي بشكلها. بكام البناطيل دي؟ دي بقول ب15 اهي. اي بنطلون هنا هو بيقول ب15، شايفين؟ ده ممكن يتلبس تحت العباية مثلا وانتي خارجة تتخلع. دي برضو الاسود اشكالهم اهي. في بناطيل بيجامات، بناطيل بيتي برضو اهو، ده على 15. كل البناطيل دي على 15. بقى نشوف جوه كده. الروب اللي بره ده بكام؟ الروب ده بكام؟ اللي عليه نجوم ده؟ اه القطيفة. بصوا جوه هنا اهو، في بقى ارواب باسعار مختلفة. بكام قلت الكحلي ده؟ بكام؟ 75. 75. اي روب ب75 ولا 60 نهائي؟ 60 نهائي طبعا. يعني ممكن تفاصله برضو. جيتي امس كان في مديلة والوان. والله يعني ده على كام؟ ده اللي هو لونه رمادي ده كله سعر واحد. شفتوا الاحمر ده؟ استنى اطلعه لكم بره كده اهو، شايفين شكله؟ ده على 70. احلى الملابس الشتوية اهي، الاشكال زي ما انتم شايفين، اسعار مختلفة وموديلات مختلفة. في على فكرة كلها حريمي ولا في رجالي برضو؟ في رجالي. في رجالي وفي حريمي، واسعاره على فكرة اسعاره كويسة جدا. ترنج زي ده كده مثلا بكام؟ بس ده من غير بنطلون، خدوا بالك. ده بكام ده؟ هذا 50 نهائي. ده 50، ده ب50. ممكن تفصلوا شوية برضو على فكرة. 35. ما تاخدوش يعني الكلام كده. الكحلي ده بكام؟ ده 45. بصوا ايه بقى، ايه موديلات مختلفة. وريني الابيض اللي فوق ده كده، وريني الرمادي ده. ده مفتوح ولا مسكر؟ الابيض من قدام في مفتوح وفي مسكر. شايفين ده؟ ده على 45. 40. على 40. يلا في مفتوح ان شاء الله ما حد حوش. ده على 40. اكيد هذا طلعنا يعني. ده على كام؟ على 30. على 30. شايفين شكله جماله؟ طيب النبيتي ده البيجامة كاملة دي ولا؟ ده برضو جزء الفوقاني بس من غير بنطلون. بكام دي؟ 35. 35. ممكن تاخدوه على 30. حلو السويت شيرت ده. طب كام ده؟ هذا؟ وده على 35 برضو، شايفين جماله؟ ده على 35 برضو. وهنا هي اشكال برضو، طلع لكم كده شكل كده تشوفوه. ده على كام؟ على 35. اي سويت شيرت على 35 الشكل اهو، اشكال مختلفة. شوف النبيتي ده حلو برضه، نطلعه كده بره شكله اهو زي كده. بزونت على فكرة من ورا، بزونت من ورا ده بجد تقيل تقيل. شايفين بقى هو عنده صراحة اشكال مختلفة كتير، من التيشيرتات والسويت شيرت ورجالي وحريمي.
البيجامة النبيسي اللي فوق دي بكام؟ دي بكام دي البيجامة دي؟ 60 يا لعبة. ب60 على 45. البيجامة دي على 45. لا العنب ب60. واللي جنبيها؟ 45. اللي جنبيها 45. اهو شوف الأشكال. البيجامة على 45. اهي. من شكلها. اللي هو الجاكيت اللي هو القط ده الاخضر منفوش ده بكام؟ كام؟ 40. على 40 ده يا جماعه، على 40 ده، على 40 رجالي ده، على 40. طبعا عارفين في المحلات بيبقى سعره اعلى من كده طبعا. اهو انا اقربه لكم بالكاميرا اهو، ده على 40. اهو الاشكال. اي سويت شيرت على 40 زي كده بجماد كم؟ 45 كلهم سعر واحد. والبيجامه دي على كام دي؟ اللي هي السويت شيرت اسود والبنطلون مخطط هذه 45. 45 اي بيجامه كلها 45 60. اي الا بنات مخصصه. حلو والله. شوف البيجامات كم؟ والترنج اللي هو الروز ده، الترنج اللي في الاخر ده، ده على كام؟ ده على 45 برضو. ممكن تاخدوها ب 40. زي ده هتوريني كبير زيها. فيها في برضو جلاليب هنا، بناطيل بيت اهي. البنطلون على كام هنا؟ على 25 مهير. البنطلون على 25. طلع طلع لكم واحد. ايوه ده على 25 بنطلون بيجامه يدفي. اشكال اهي، في صوف، في على قطن، في تقيل. عارفين ده يا جماعة القماشة دي عاملة زي الكستور بتاع زمان بس حلوة. هنا طلعه لكم كده بره، مش عايز يطلع. شوفوا بقى كده اهو، بأستك كده من عند الرجلين من تحت. كل دي بناطيل على 25. في القطيفة ده كده اهو، ده برضو على 25 قماشته قطيفة. محل مليان اهو. شوف كده السويت شيرت ده، استنى هلقه لكم هنا شكله اهو. ده بكام الاصفر ده؟ 35 تقيل. حتى الزنط بتاعه متبطن من جوه. طب يجي هذا ولا نباع 50؟ يا في برضو قمصان جينز، جواكت جينز. بكام الجاكيت الجينزي ده؟ ده بكام ده؟ 35. ده بكام ده؟ ب 35 ده؟ ده ب 55. ممكن تفاصلوا معايا. شكله اهو، استنى اطلعه لكم بره كده. شكله اهو جينز. ادي الاشكال زي ما انتم شايفين، حاجات شتوي صراحه حلوه. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم. واقول لكم بقى سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.